بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل في الفصل الثالث المحاضرة الأولى، بيقول لك من بداية الفصل وحتى نهاية قاعدة لينتس. السؤال رقم واحد، قام فرادي بإعداد تجربة لبيان الحث الكهرومغناطيسي، فإن كلا مش فاهم هو عاوز ايه. المهم، الاشكال الاتيه تمثل مشاهدات صحيحه لهذه التجربه ما عدا، فان كل الاشكال الاتيه تمثل مشاهدات صحيحه لهذه التجربه ما عدا. طبعا انت هنا عارف ان في الحث الكهرومغناطيسي نتيجه تجارب الفيض المغناطيسي اللي بيقطع ملف فيتبلد به بالحث الكهرومغناطيسي قوة دفع كهربية مستحثة، ولو الدائرة مغلقة بيتولد التيار المستحث. ومن قاعدة لينز، التيار المستحث ده بحيث يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي يقطعه. ركز معايا كده، بتقول لك يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي، مش يعاكس الفيض المغناطيسي، يعاكس التغير. بمعنى لو الفيض المغناطيسي بيزيد فيعوز يقلله، لو الفيض المغناطيسي بيقل بيعوز يزوده. انت عندك دلوقتي المغناطيس ده بيقرب، فده الملف هيعوز يبعده، وبالتالي ده هيبقى ساوس وده نورث، تبقى اقطاب معاكسه، ده نورث وده ساوس، وبالتالي التيار المفروض يكون كده، المفروض يكون التيار كده، هو عامل لك العكس، وبالتالي ده غلط. هنا ده بيبعد فهيعوز يقربها، هيبقى ده ساوس وده نورث، فالتيار برضه هيكون كده، وبالتالي ده صح. هنا ده بيبعد فهيعوز يقربها، هيبقى ده نورث وده ساوس، ده نورث وده ساوس، فالتيار هيكون كده صح. ده نورث وبيقرب فهيعوز يبعده، وبالتالي ده هيبقى نورث وده ساوس، هيبقى شبه التيار ده، وبالتالي صح. وبالتالي الإجابة بتاعتنا هتبقى ألف، لأنه بيقول لك هنا ما عدا. رقم اتنين، الشكل المقابل يوضح العلاقة، فين العلاقة دي؟ متعرفش، بين متوسط القوة الدفع المستحثة المتولدة في ملف يتعرض لفيض مغناطيسي متغير والمعدل الزمني التغير في هذا الفيض، فإن ميل الخط المستقيم يعبر. هو مفيش خط مستقيم، بس احنا عارفين إن العلاقة بين الإم إف والدلتا فاي إم وباي دلتا تي علاقة خط مستقيم. إم إف بتساوي سالب إن دلتا فاي إم باي دلتا تي. لما بتيجي ترسم العلاقة بترسم ما بين المقدار، لأن السالب ده بيعبر بس عن قاعدة لينز، يعني بيعبر عن اتجاه التغير، يعني او اتجاه القوة الدفع بحيث ان هي تعاكس التغير. فاحنا هنا بنرسم ما بين مقدار الاي ام اف المتولده والتغير ومعدل التغير في الفيض المغناطيسي، فده بيطلع خط مستقيم لان ده مقدار زي ما قلت لك. الميل بتاعك هيبقى دلتا فاي دلتا اي ام اف على دلتا فاي ام على دلتا تي، اللي هي الان اللي عدد اللفات. رقم 3، ينص قانون نقط على ان الحركه النسبيه بين ملف ومجال مغناطيسي تستحث تولد جهد كهربي عبر الملف. ده قانون فارادي، الحركه النسبيه اللي هو نتيجه في حركه نسبيه، فانت هيكون في تغير في الفيض المغناطيسي اللي بيقطع الملف، وبالتالي هيتولد ام اف. هو طبعا هو مش قانون فارادي، هو ده القانون فارادي، ولكن احنا ممكن هنا نقول ينص الحث الكهرومغناطيسي، يعني تبقى افضل من فرضي، لان يعني قانون فرضي قانون محدد بيقول لك ان الام اف بتتناسب طرديا مع الان، وكذلك طرديا مع الدلتا فاي ام باي دلتا تي. هنا فاحنا ممكن نقول هنا بدل فرضي حث الكهرومغناطيسي هتكون ادق. يعني رقم 4، ملفان حلزونيان، الاول من النحاس والثاني من الألمونيوم، ولهما نفس عدد اللفات، تعرض كل منهما لنفس معدل التغير في الفيض، فإن بيقول لك هنا الملفين دول الأول من النحاس والثاني من الألمونيوم لهم نفس عدد اللفات، يبقى الإن متساوي، تعرض كل منهما لنفس معدل التغير في الفيض. فأنت هنا الملفين دول تعرض كل منهما لنفس معدل التغير في الفيض. طبعا هنا مش محتاج أقول لك، طالما إن هو معدل التغير في الفيض مش معدل التغير في كثافة الفيض، فعادي ممكن ما يقولش متماثلين، هو كده كده معناه ان هم متماثلين. يعني المهم، احنا عندنا دلوقتي الام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي. طالما ان ده متساوي في الحالتين والان متساوي، فالام اف متساوي. اللي هيتاثر عندي باختلاف نوع ماده السلك المصنوع منها الملف هو شده التيار لو الدائره مغلقه،
لان شدة التيار بيعتمد على المقاومة. انت عارف ان الاي بتساوي الاي ام اف اللي هتتولد على المقاومة بتاعة الملف، وبالتالي النحاس هيكون التيار المستحث فيه اكبر من الالومنيوم، ولكن بالنسبة للكاف دال كاف هتكون هي هي. يبقى هنا رقم جيم. رقم خمسة، تنص قاعدة لينز على ان التيار الكهربي المستحث المتولد في دائرة كهربية يعمل على توليد فيض مغناطيسي هدفه زيادة الفيض المؤثر في الدائرة. غلط. هو الهدف ان هو يقاوم التغير. زيادة التغير غلط. تقليل الفيض المغناطيسي المؤثر في الدائرة غلط. تقليل التغير في الفيض المغناطيسي المؤثر في الدائرة صح. رقم ستة، اي من الحالات الاتية يكون خطأ. تتولد كاف دال كاف مستحثة في سلك عن طريق تحريكه عموديا على مجال مغناطيسي منتظم. طبعا الكلام ده صح، بس لازم يكون السلك واتجاه الحركة، يعني ده اتجاه الحركة يكون عمود على السلك، وفي نفس الوقت اتجاه الحركة يكون بيصنع زاوية مع الفيض المغناطيسي. لأنك لو عندك السلك كده وادي برضو السلك ده عمود على الفيض المغناطيسي، وحركت السلك عمود على الفيض المغناطيسي كده، مش هيتولد الاي ام اف. لازم يكون في زاوية ما بين اتجاه الحركة وما بين الفيض المغناطيسي وكذلك ما بين السلك. المهم هو هنا لما بيتكلم عن الكاف دال كاف بيتكلم بوجه عام، اللي هو بيفترض ان في زاويه، لان الحاله دي حاله خاصه. المهم تتولد كاف دال كاف مستحثه في سلك عن طريق تحريك وعمودية على مجال مغناطيسي منتظم، افترضت ان هي في زاويه يعني، وبالتالي صح. كاف دال كاف المستحثه الناتجه عن تغير التيار في ملف تميل دائما الى تقليل التيار. هي مش تميل دائما الى تقليل التيار، هي لو التيار بتقل هتعوز تزوده، لو التيار بيزيد هتعوز تقلله، وبالتالي غلط، وبالتالي الاجابه هتبقى رقم ب. طبعا ادخال قلب من الحديد في ملف يزيد من معامل الحث الذاتي له. هو هنا المفروض ان انت ما يسالكش عن معامل الحث، لان انت هنا بيقول لك من بدايه الفصل حتى نهايه قاعده لينز، فاحنا لسه ما دخلناش في الحث الذاتي والمتبادل، ولكن هو سائل فيه يعني. ادخال قلب من حديد في ملف يزيد من معامل الحث صح، لان الميو هتزيد. يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يعكس التغير في الفيض الذي يسببه صح، دي قاعده لينز. رقم سبعه، يتغير الفيض المغناطيسي الذي يمر من خلال ملف حلزوني مع الزمن كما بالرسم المقابل. يكون اكبر كاف دال كاف مستحثه متولده في الملف في خلال الثانيه. احنا عارفين ان الام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي، عندك علاقة بين الفاي والتي، وطبعا هنا نفس الملف في الان ثابت. الميل بتاعك هيبقى دلتا فاي ام باي دلتا تي اللي هو نفسه ده، وبالتالي كل ما الميل هيزيد كل ما الاي ام اف هتزيد. طيب اكبر ميل عندك هنا فين؟ اكبر ميل عندك هنا من الثانية الثالثة للرابعة. معنى الميل عشان بس الناس بقى تقدر تجيب الميل من غير ما تحسب، يعني مجرد ما تشوف كده الاسلوب معناه الستيبنس. يعني عندك مثلا هنا جبل كده، وعندك جبل تاني كده، انه الاسهل اللي انت تطلعه؟ الاسهل اللي انت تطلعه هو ده، وده اصعب ان انت تطلع الجبل ده. كل ما الجبل بقى اصعب ان انت تطلعه الستيبنس بتاعته بتكون اكبر، او ان الميل بتاعه بيكون اكبر، وبالتالي الخط ده ميله اكبر من الخط ده على طول مجرد ما تشوفهم كده. نفس الفكره هنا، انت عندك هنا واضح جدا ان الانحدار هنا اكبر، الستيبنس معناه الانحدار، يعني الانحدار هنا اكبر من الانحدار هنا، اكبر من الانحدار هنا، وطبعا ده مش منحدر خالص، ده اوريزونتال عادي، وبالتالي انت عندك الميل هيبقى اكبر هنا. بس يبقى دي الثانيه الرابعه. بطريقه ثانيه، انت عندك التغير في الزمن خلال كل فتره من دول متساوي، ولكن التغير في الفيض خلال من 3 ل 4 اكبر حاجه، وبالتالي الدلتا فاي ام مع الدلتا تي هيكون اكبر حاجه، وبالتالي هنا الثانيه الرابعه. 8، ثلاثه ملفات متماثله تم تعريض كل منهم لفيض مغناطيسي منتظم بحيث يتعرض الاول لفيض كثافته بي في زمن قدره تي. وبيقول لك هنا الملفات دي متماثله، لها نفس عدد اللفات ولها نفس طبعا هنا مصنوع من نفس الماده لانه ما اتكلمش عن الماده برضو، ولها نفس مساحة الوجه. بيقول لك هنا الأول بيتعرض لفيض كثافته بي في زمن قدره تي، وتعرض الثاني لفيض كثافته 2 بي في زمن قدره 2 تي، وتعرض الثالث لفيض كثافته 3 بي في زمن قدره 3 تي، فإن الشكل معبر عن متوسط قوة الدفع القدر. هو المفروض هنا يقول لك يتعرض أو يتغير الفيض
من صفر البي في زمن قدره تي، فاهم؟ يعني ده البي دي هي الدلتا بي بتساوي بي خلال دلتا تي تساوي تي، اوكي؟ هو قصده كده يعني. فانت عندك هنا الدلتا بي باي دلتا تي بالنسبه للثلاثه، بالنسبه للاول هتبقى بي على تي، بالنسبه للثاني 2 بي على 2 تي اللي هي بي على تي برضه، بالنسبه للثالث 3 بي على 3 تي اللي هي بي على تي برضه. وانت عارف ان الام اف بتساوي سالب ان الدلتا فاي ام، لو المساحه ثابته هتبقى ايه؟ دلتا بي دلتا تي. فانت عندك ده ثابت، هما متماثلين يعني الاي ثابت والان ثابت، فالام اف هتكون متساويه وبالتالي هتبقى رقم جي. رقم 9 بيقول لك يتم سحب حلقه مستطيله بسرعه منتظمه في حتى تعبر المسافه دي، اللي هي المسافه دي، حيث يتواجد مجال مغناطيسي كثافته بي كما بالرسم، فان رسم البيان الذي يعبر عن اي ام اف المستحثه في الحلقه مع الزمن يكون. الاسئله اللي شبه دي حاول ان انت تحلها بالاستبعاد، يعني ايه الحاجات اللي مش هتنفع وايه الحاجات اللي ممكن تنفع، لان مش عليك ان انت تجيب العلاقه الرياضيه، العلاقه الرياضيه هتبقى هتحتاج منك وقت، فاحنا نحاول هنا نحلها بدون ما ندخل في تفاصيل الرياضه. اول حاجه ان انت عندك الملف ده في البدايه بيدخل المجال، وبالتالي الاي ام اف هتبقى مستحثه عكسيه. بعد كده بعد ما بيدخل ماشي، لما كله يدخل جوه راح يحس ان العرض بتاعه هو نفسه العرض بتاع المجال، وبالتالي بمجرد ما يدخل هيبدا يطلع تاني، وبالتالي الام اف هنا هتوصل للصفر في نقطة واحدة، مش هيستمر كتير، لأن احنا عارفين لو احنا عندنا ملف بيتحرك في مجال بحيث ان كله يبقى داخل المجال، فالاي ام اف بتبقى بصفر، لأن هنا نفس المساحة المعرضة لخطوط الفيض ونفس الفيض، وبالتالي ونفس كثافة الفيض، وبالتالي مفيش تغير في الفيض المغناطيسي، وبالتالي ده هيوصل للصفر عند نقطة واحدة. بعد كده هيبدا يطلع، وبالتالي الاي ام اف هتبدا تقل. يبقى احنا دلوقتي عندنا الاي ام اف بتبدا، اول ما يبدا يدخل بيكون ده معرض لفيض مغناطيسي، عندك الضلع ده والضلع ده مش معرض او معرضين، بس مش هيتولد فيهم اي ام اف لان اتجاه الحركه بتاعهم موازي للسلك، نفس الفكره هنا، وبالتالي الاي ام اف المتولده هتبقى ثابته لحد ما نقطه معينه، يبقى الملف ده داخل المجال، بعد كده يبدا يطلع تاني. لو احنا بصينا كده هنلاقي ان ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، وبالتالي الاجابه الوحيده دي. تاني كده الحته دي احنا عندنا طبعا ده المفروض عشان ده لحظيا بيتغير لحظيا، فالمفروض ان ده يبقى منقط يعني شبه ده. شوف هو في ايه، ثواني انجز بقى. يبقى تاني كده عشان تفهم الرسمه دي او الكلام اللي انا قلته، احنا عندنا دلوقتي منطقه كده، المنطقه دي هي الفيض المغناطيسي، وعندك ملف كده، ده بمجرد ما يدخل جوه جزء معين كده، ما يبدا يدخل يعني يتحرك مسافه صغيره كده، الضلع ده بيتحرك بسرعه في عموديه على اتجاه خطوط الفيض، وفي نفس الوقت عموديه على السلك، وبالتالي ده هيتولد فيه اي ام اف. طيب ده بيتحرك بسرعه منتظمه وعندك طول ثابت وبي ثابت، وبالتالي ده هيتولد فيه اي ام اف تساوي بي ال في كمقدار. الضلع ده او الجزء اللي دخل من السلك ده والسلك ده مش هيتولد فيه ام اف، ليه؟ لان اتجاه الحركه بتاعته موازي للسلك، وبالتالي مفيش مساحه هيصنعها ده. ده لما بيتحرك من جزء لجزء، يعني بيتحرك من هنا يجي هنا، بيبقى فيه دلتا اكس وعندك فيه طول ال، وبالتالي فيه دلتا اي. المهم فانت عندك ده هيتولد فيه ام اف، ده مش هيتولد فيه، اوكي؟
بعد كده ده بيفضل مستمر في الحركة الـ EMF المتولدة ثابتة لحد ما ده يبقى بالكامل داخل الايه المجال. بعد كده يبدأ يطلع، ده طلع خلاص، ده وده مش هيتولد فيهم. الضلع التاني بقى اللي هو اللي في الناحية التانية هيبدأ يتولد فيه EMF. الـ EMF المتولدة هنا الاتجاه بتاعها بيكون عندك اتجاه الحركة اتجاه جال، بيكون ده موجب وده سالب، وبالتالي التيار بتاعك هيمر كده. ده هو بيطلع، ده بيتحرك كده، وبالتالي برضو ده موجب وده سالب، وبالتالي التيار هيبقى كده. هتلاحظ ان اتجاه التيار اتعكس او ان اتجاه الـ EMF الكلية اتعكست، وبالتالي EMF مستحثة عكسية في الأول، وبعد كده EMF مستحثة طردية، وثابتة هو داخل وثابتة هو طالع. السؤال رقم 10، ملفان مربعان متماثلان أحدهما يدخل مجال مغناطيسي المنتظم والآخر يخرج منه كما يتضح من اتجاهات الأسهم على الرسم بنفس السرعة المنتظمة. العبارات التالية خاطئة عند تلك اللحظة. بيقول لك الملف 2 يتعرض لقوة مغناطيسية في نفس اتجاه القوة التي يتعرض لها الملف 1. الملف 2 بيتعرض لقوة مغناطيسية في نفس اتجاه القوة. طبعا انت عندك هنا ده بيدخل وده بيطلع، اكيد اتجاه القوة هيبقى مختلف، اكيد اتجاه القوة هيبقى مختلف. احنا ممكن نجيبها نحل نشوف اول واحدة دي صح ولا غلط، من ان احنا نجيب اتجاه التيارات ونعرف، او بطريقة تانية مش ده بيدخل فده يحاول ايه هيتولد عليه قوة بحيث ان هي تعاكس اتجاه الحركة او الاتجاه التغير، يعني ده بيدخل فبيتولد فيه او الفيد اللي بيقطعه بيزيد، وبالتالي هيعوز يقلل الفيد، يعني الـ EMF المتولدة بحيث يعاكس الفيد. ده بيطلع فهيعوز يخليه مستمر، او هيعوز يعني يعاكس التغير فيعوز ايه يخليه في الفيد، وبالتالي هتبقى برضه اتجاه القوة كده. دي طريقة. الطريقة التانية ان انت تجيب اتجاهات التيارات وهتحدد اتجاه القوة. انت عندك ده كده الفيد بيزيد وبالتالي هيتولد فيه EMF بحيث وتيار مستحث بحيث ان هو يقلل الفيد، وبالتالي هيبقى كده اتجاه التيار كده، هيبقى كده 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 كده. بعد كده من قاعدة فلمنج اليد اليسرى عندك اتجاهات التيارات، اتجاه التيار ده عكس ده، وبالتالي اتجاه القوة عكس ده، وبالتالي القوة دي كده ماشي، والقوة دي هتبقى نفس الفكرة، هتبقى كده. وبالتالي انت عندك القوتين دول المحصلة بتاعتهم هتبقى في النص ما بينهم، وبالتالي اتجاه القوة الكلية هيبقى كده. نيجي هنا اتجاه التيار هيتعكس، بدل ما هو كان كده هيبقى العكس. الضلعين اللي بيتولد عليهم قوة هو الضلع ده والضلع ده، وبالتالي اتجاه القوة هنا هيبقى اتجاه التيار اهو، هتلاقي ان القوة دي كده واتجاه القوة دي هيبقى عمود عليها برضو ده، مش ده مش ده، هيبقى كده. بعد كده المحصلة بتاعتهم هتبقى في النص ما بينهم اللي هي كده، وبالتالي هتلاقي ان القوة المحصلة اللي بتأثر على ده المغناطيسية يعني تساوي القوة المحصلة المغناطيسية اللي بتأثر على ده. أنا بتكلم هنا على القوة المغناطيسية مش بتكلم عن القوة التانية، وبالتالي الملفين يتعرضوا لقوة مغناطيسية في نفس الاتجاه. رقم باء، اتجاه التيار المستحث في الملف 1 يعاكس اتجاه التيار المستحث في الملف 2. اتجاه التيار المستحث هنا كده، اتجاه التيار المستحث هنا كده، وبالتالي ده صح. يبقى انت عندك وهنا عاوز ايه؟ ايه العبارات التالية خطأ، دي صح برضه. التيار المستحث المتولد في الملف 2 يتناقص. التيار المستحث المتولد يعني ايه التيار المستحث المتولد في الملف 2 يتناقص؟ هو انت هنا جيم ودال دول نقدر نعملهم. احنا عارفين ان الـ EMF بتساوي سالب N، وطبعا هنا البي ثابته تبقى دلتا اي على دلتا تي، تمام. وعندك دول مربعين الان بواحد والبي ثابت خلال نفس الزمن، لو هما الاثنين بيتحركوا بنفس السرعه
فانت عندك لو ده قطع دلتا اكس كده اللي هي من هنا لحد هنا، بص للمساحة كده اللي المساحة دي اللي هي الدلتا ايه، وبص هنا لو قطع نفس الإزاحة، بص للمساحة دي هتلاقي ان المساحة دي اكبر من المساحة دي، صح كده؟ طالما ان المساحة هنا الدلتا ايه اللي تولدت في اتنين او اللي اتغيرت في اتنين اكبر من الدلتا ايه اللي اتغيرت في واحد، يبقى انت عندك هنا الـ EMF هنا بتزيد والـ EMF هنا بتقل، تمام؟ الـ EMF هنا بتزيد وهنا بتقل، وبالتالي التيار هنا هيبقى اكبر من التيار هنا، وبالتالي التيار هنا بيتزايد، يعني او التيار هنا بيتزايد والتيار هنا بيتناقص، يبقى التيار في اتنين بيتزايد هو هنا عامل يتناقص، يبقى الاجابه هتبقى ج، هنا التيار يتناقص، صح. بطريقه تانيه انت عندك ده بيطلع من المجال، تمام، وده بيدخل، ده هو بيدخل الـ EMF بتبدأ تقل تقل لحد ما يدخل كامل بالكامل جوه المجال، وبالتالي الـ EMF بتبدأ تقل بمجرد ما هو عدى النص، ماشي، لحد ما ايه؟ لحد ما يبقى بالكامل داخل المجال. هنا الـ EMF بمجرد ما يجي يطلع بتبدأ الـ EMF تزيد، ماشي، لحد ما يوصل للنص، وبالتالي هنا بيزيد وهنا الـ EMF بتقل، هنا التيار بيزيد هنا التيار بيقل. السؤال رقم 11، الإطاران X و Y يتحركان في مجال مغناطيسي منتظم، ونتيجة لذلك يمر بكل منهما تيار مستحث في الاتجاه الموضح بالشكل، وبالتالي فإن الإطار X والإطار Y يتحركان جهة الشرق. أنت عندك دلوقتي التيار المستحث هنا عكس التيار المستحث هنا، ده بيدخل وده بيخرج او ده بيدخل وده بيخرج، تمام، فهما الاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه، ولكن بيتحركوا ناحيه الشرق ولا ناحيه الغرب هنحدد. انت عندك دلوقتي التيار المستحث هنا كده بحيث ان هو يزود الفيض، وبالتالي ده بيطلع، وبالتالي ده بيطلع وده بيخرج، فده بيطلع تيار مستحث طردي، ده بيخرج تيار مستحث سوري، ده بيطلع وده بيدخل، فده تيار مستحث طردي وده انا مش عارف الدوشه اللي حواليا دي والله، لا اله الا الله، ده بيطلع تيار مستحث طردي، ده بيدخل تيار مستحث عكسي، وبالتالي الاثنين بيتحركوا ناحيه الشرق. السؤال رقم 12، حلقتان دائريتان اكس وواي، فاذا كان نصف قطر الحلقه اكس ار اكس ثلاثة أمثال نصف قطر الحلقة واي يساوي 3 ار واي، وكان التغير في كثافة الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقتين عموديان عليهما متساوي، التغير في كثافة الفيض اللي هو الدلتا بي على الدلتا تي متساوي، فإن النسبة بين قاف دلتا كاف المستحثة في الحلقتين اكس وواي تكون، طبعا دول حلقتين الان بواحد، الـ EMF بتساوي الـ N بواحد خلاص، والسالب سيبك منه احنا عايزين هنا مقدار، هتبقى A دلتا B على دلتا T، ده متساوي برضو، وبالتالي الـ EMF تتناسب مع الـ A، والـ A عبارة عن باي R تربيع، وبالتالي بتتناسب مع الـ R تربيع، يبقى أنت عندك كده الـ EMF X على الـ EMF Y بتساوي R X على R Y كل تربيع بتساوي الـ R X بـ 3 R Y، 3 R Y على ال ار واي كل تربيع بيساوي 9. السؤال 13، في اي الاشكال التاليه يتولد تيار مستحث في الملف؟ تيار مستحث ما بيتولدش لما ما يكونش فيه تغير في الفيض المغناطيسي، فانت عندك هنا الحلقه دي او الملف ده بالكامل داخل المجال، طالما بالكامل يبقى نفس المساحه المعرضه للفيض ما اتغيرتش، وكثافة الفيض ما اتغيرتش، وبالتالي ده مش هيتولد فيه ام اف، يبقى هنا لا يتولد يبقى الف. هنا ده كان عمودي بعد كده بيبدا يدور، وبالتالي الزاويه ما بين خطوط الفيض ومستوى الملف بتتغير، وبالتالي الفاي ام بتتغير، وبالتالي هيبقى فيه دلتا فاي ام مع الزمن، وبالتالي هيبقى فيه ام اف. هنا المغناطيس هنا بيتحرك، وبالتالي هيبقى فيه ام اف. هنا السلك ده بيجي كده والسلك ده بيجي كده. عندك الـ EMF المتولدة هنا والـ EMF المتولدة هنا الاتنين في نفس الاتجاه، وبالتالي هيبقى الـ EMF الكلية هتجمعها. بطريقة تانية
عندك هنا ده بيتحرك كده وده بيتحرك كده، المساحة اللي ما بينهم بتقل، وبالتالي هتولد ام اف مستحثة طردية. تعال كده نحددها. انت عندك ده لما بيقل، المساحة لما بتقل بتولد ام اف مستحث طردي عشان يكون الفيض في نفس اتجاه الفيض الأصلي، وبالتالي هيبقى التيار كده. بطريقة تانية زي ما قلت لك هتحدد في ده لوحده. عندك ادي اتجاه الفيض، وادي اتجاه الحركة، وبالتالي اتجاه التيار اللي تحت، وبالتالي اتجاه التيار هنا لفوق، وبالتالي الإجابة تبقى ألف. 14 حلقة معدنية موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم بي وقابلة للدوران حول محور يوازي المجال، فإنه عند دورانها في عكس اتجاه عقارب الساعة. أنت عندك الملف كده وخطوط الفيض كده، سواء ده دار كده أو مدارش، فكده كده مستوى الملف دايما هيبقى موازي لخطوط الفيض، وبالتالي مش هتتولد اي ام اف. لو خدناه اللي هو بيدور عكس اتجاه عقارب الساعة اللي هو كده، يعني بيدور في نفس مستواه كده، فأنت عندك هيفضل برضه موازي، وبالتالي مش هيتولد اي ام اف في الحالتين، مش هيتولد اي ام اف. السؤال رقم 15، يتولد التيار المستحث اتجاهه مع عقارب الساعه في الحلقه المبينه في الشكل. اذا بيقول لك هنا التيار المستحث اتجاهه مع عقارب الساعه، يعني هيكون كده. طيب ده هيتولد امتى؟ بيقول لك هنا تحركت الحلقة بعيدا عن الناظر خارج الصفحة، بعيدا عن الناظر خارج الصفحة، هو المفروض بعيدا عن الناظر يبقى داخل الصفحة، تبقى كده. طبعا في الحالتين سواء اتحركت كده أو اتحركت كده، الفيض المغناطيسي اللي بيخترقها هيفضل زي ما هو. ليه؟ لأن المساحة المعرضة للفيض هي هي، والفيض المغناطيسي هو هو، أو كثافة الفيض هي هي، وبالتالي الاتنين دول غلط. قلت مساحة الحلقة، لما تقل مساحة الحلقة هيتولد تيار مستحث طردي. لما تقل مساحة الحلقة فالمفروض التيار بحيث يزود الفيض، وبالتالي صح. السؤال رقم 16، بيقول لك في الشكل المقابل ماذا يحدث لشدة إضاءة المصباح عند تقريب المغناطيس في اتجاه الملف؟ لما تقرب المغناطيس في اتجاه الملف فده هيبقى نورث عشان يبعده، وده ساوث، وبالتالي التيار هيبقى كده في نفس اتجاه التيار الأصلي، وبالتالي هتزداد إضاءة المصباح. السؤال 17، الشكل المجاور يبين حلقة معدنية متصلة ببطارية مصباح موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم، فعندما يزداد المجال المغناطيسي بانتظام فإن إضاءة المصباح. لما يزيد الفيض المغناطيسي فهيتولد هنا تيار مستحث عكسي، وبالتالي اتجاه التيار هيكون بحيث ان الفيض يكون عكس اتجاه الفيض الاصلي، هيكون كده. عندك اتجاه التيار الاصلي في نفس اتجاه التيار المستحث، وبالتالي يزداد التيار الكلي، وبالتالي تزداد اضاءة المصباح. رقم 18، في الشكل المقابل عندما يسقط المغناطيس في اتجاه الملف فانه، لما بيسقط المغناطيس في اتجاه الملف ده هيبقى ساوس، سوري بكتبها قلت ساوس وكتبتها نورث، ده ساوس وده نورث. يتكون عند الـ A قطبا جنوبيا، صح. 19، حلقة نحاسية موضوعة أفقيا على سطح الأرض، تم إسقاط مغناطيس نحو الحلقة فإن عجلة حركة المغناطيس. هو طبعا أنت مش عليك العجلة والحوارات دي. هو هنا بيقول لك حلقة نحاسية موضوعة أفقيا على سطح الأرض، الحلقة موضوعة أفقيا على سطح الأرض، تم اسقاط مغناطيس نحو الحلقه فان عجله حركه المغناطيس. المغناطيس كل ما بيقرب من الحلقه كل ما قوه التنافر هتزيد، تمام كده، وبالتالي كل ما قوه التنافر هتزيد يعني في قوه تنافر لفوق وفي قوه الوزن لتحت، وبالتالي عندك دي كل ما تزيد كل ما العجله اللي بيتحرك بيها المغناطيس هتقل، وبالتالي ستتناقص. طبعا دي مش عليك. رقم 20، ممكن يقول لك هنا السرعة هتزيد طبعا بغض النظر عن العجلة بتتناقص. العجلة بتتناقص مش معناها ان السرعة ما بتزيدش، العجلة بتتناقص معناها ان معدل التغير بتاع السرعة بيقل. المهم 20، في الشكل المقابل مغناطيسان متشابهان يسقطان سقوطا حرا من نفس الارتفاع خلال حلقتين من النحاس احداهما. طبعا طالما ان دي مفتوحه مش هيتولد تيار مستحث، وبالتالي مفيش تنافر، وبالتالي دي هتسقط بسرعه عندي. دي
مغلقة، وبالتالي هيتولد التيار المستحث، وبالتالي هيبقى فيه قطبية، وده نازل هيبقى ده نورث هيعاكس، وبعد كده هو طالع ماشي فده ساوث هيبقى ده نورث عشان يجذبه، وبالتالي هنا في تنافر، هو نازل تنافر هو طالع تجاذب، وبالتالي ده هيوصل للأرض بعد ده، ده مفيش أي حاجة، أي مفيش أي عائق. يبقى هنا المغناطيس إيه؟ يصل للأرض أولا، صح. سقطت الحلقتان المعدنيتين كما بالشكل نحو سلك يمر به التيار الكهربي فإنه تتولد. الـ EMF بتتولد بغض النظر هل الحلقة مغلقة ولا مفتوحة. التيار ما بيتولدش إلا في حالة إن الدائرة تكون مغلقة، وبالتالي تتولد EMF في الحلقة A بينما لا تتولد في الحلقة B، غلط. تتولد في كلتا الحلقتين قفد الكاف، صح. اثنين وعشرين، يتولد تيار كهربي مستحث في الحلقة المجاورة لسلك به التيار الكهربي بالاتجاه المبين كما في الشكل المجاور عند تحريك الحلقة L. لو انت حركت الأعلى أو الأسفل فأنت عندك كثافة الفيض عند أي نقطة ما بتتغيرش. تعرف إن ده سلك يمر فيه تيار، كثافة الفيض بنحسبها من القانون ده، البي بتساوي الميو في الأي على اتنين باي دي. أي نقطة سواء النقطة دي النقطة دي النقطة دي النقطة دي، أو وأنت طالع كده، طالما اللي انت طالع موازي للسلك فكثافة الفيض ما اتغيرتش. نفس الفكرة بالنسبة للنقط اللي جنبها، كثافة الفيض بتقل ولكن بالنسبة لأي نقطة على الخط ده هي هي. وبالتالي لو انت بتتحرك لأعلى أو لأسفل كثافة الفيض عند جميع النقط اللي على نفس الخط متساوية، وبالتالي الفيض الكل اللي بيخترق الحلقة مش هيتغير، وبالتالي مفيش اي ام اف، يبقى أعلى الصفحة وأسفل الصفحة غلط. طيب يسار ويمين، لو انت اتحركت ناحية اليسار أو اليمين، يعني مثلا ده جه كده فبيدخل هنا منطقة كثافة الفيض فيها أقل، وبالتالي الفيض المغناطيسي الكلي بيقل، وبالتالي هيعوز يزوده. الفيض الأصلي للداخل هيعوز يزوده، يعني هيتولد تيار بحيث إن الفيض الناتج يكون للداخل، وبالتالي ده هيبعد، يبقى يتحرك يمين الصفحة. لو هو بيقرب فالفيض كثافة الفيض أو الحلقة بتدخل مناطق فيها كثافة الفيض أعلى لأنها بتقرب من السلك، وبالتالي هيتولد إم إف مستحث عكسي. المهم الإجابة هتبقى جي. السؤال 23، في الشكل المقابل الساقان المعدنيان س وص قابلتان للانزلاق على سلكين متوازيين ومتعمدين على مجال مغناطيسي منتظم، إذا بدأ المجال المغناطيسي في التناقص تدريجيا فإن ده المجال المغناطيسي لما يتناقص هيتولد هنا، انت عندك المنطقة اللي ما بينهم اما الفيض يتناقص فالمنطقة دي الفيض اللي فيها اللي بيخترقها بيقل، وبالتالي هيتولد هنا تيار مستحث بحيث ان هو يزود الفيض، يعني التيار المستحث طردي، فانت عندك اتجاه التيار هيكون كده، وبالتالي التيار هنا كده والتيار هنا كده. سوري، هو هنا بيقول الفيض بدأ في التناقص، بعتذر، تناقص يعني هيزيد، هيعاوز يزود الفيض، بعتذر، باتجاه التيار عكس. طالما ان اتجاه التيار عكس، انت عندك هنا كل واحد في دول بيمر فيه تيار وموضوع في مجال مغناطيسي، فهيحصل ايه؟ هيتعرض لقوة مغناطيسية. القوة المغناطيسية نقدر نحددها من قاعدة فيلمين جليات الأسرة، اتجاه التيار كده وده كده، وبالتالي في قوة كده. طبعا اتجاه التيار هنا عكس اتجاه التيار هنا، وبالتالي القوة هتبقى عكسها، وبالتالي يتنافران. أربعة وعشرين، إذا انكمشت حلقة معدنية موجودة داخل فيض مغناطيسي منتظم كما بالشكل، فإنه لما بتنكمش المساحة بتقل، وبالتالي الـ EMF المستحث هتبقى طردية. الفيض عمود على الصفحة الداخل، وبالتالي الفيض الناتج اللي هو الناتج عن التيار المستحث هيبقى برضه عمود على الصفحة للداخل، وبالتالي اتجاه التيار هيبقى كده. يمر بالحلقة تيار في نفس اتجاه عقارب الساعة، صح. 25، قرص معدني مصمت يدور عمودين على مجال مغناطيسي منتظم كما بالشكل، فكانت القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة بين محوره وحافته تساوي 12 فولت. إذا قال نصف قطر القرص للنصف فإن القوة الدفع الكهربية تصبح. طيب نجيب دي ازاي؟ واحد هنا هيقول لي
مش المفروض هنا الـ EMF المتولدة تبقى بصفر؟ لا، الـ EMF هنا ماشي بتختلف من نقطة للتانية. ليه بتختلف من نقطة للتانية؟ ركز معايا. انت عندك لما كنا بناخد ملف، فالملف ده مش مصمت، اوكي؟ انت عندك الفيض المغناطيسي او الـ EMF المتولدة عند كل النقط دي هي هي، وبالتالي فرق الجهد ما بين هاي النقطتين بصفر. عشان تفهمها اكتر، احنا دلوقتي عندنا الشكل ده مصمت، يبقى ازاي؟ فده لما يدور ده مصمت، فده لما يدور مثلا بحيث ان هو بقى كده، يعني دار شويه صغيرين. فانت عندك هنا ايه؟ في تغير في المساحه مختلفه، يعني كل دايره من دول التغير في المساحه بتاعتها مختلفه، وبالتالي كل واحده من دول هيبقى فيه ام اف متولده مختلفه عن الام اف الثانيه. وبالتالي عندك النقطه دي المساحه اللي اتغيرت بصفر زيرو، بينما النقطه دي المساحه اللي اتغيرت على حسب بقى، هيبقى ده كلها او دي بس. انا مش عارف اذا كنت فاهم ولا لا. الشكل ده شبه بالظبط، شبه بالظبط عقرب الثواني او عقرب الساعات. انت كده ممكن تفهمها اكتر. احنا هنا ممكن نبص للقرص المصمت ده كأنه عدد لا نهائي من العقارب جنب بعضها، اوكي؟ فانت عندك كل عقرب لما بيتحرك اللي بيحصل بيتولد ما بين طرفي اي ام اف مستحث. فالعقرب ده لما بيتحرك من هنا مثلا يجي هنا، فانت عندك في تغير في المساحه دي بقى في دلتا اي، وبالتالي هيتولد اي ام اف. بحيث ان انت عندك جهد النقطه دي لو بزيرو فجهد النقطه دي هيبقى له قيمه. فاحنا هنا ممكن نعتبر ان الملف بتاعنا او الكورس المصمت ده عدد من الملفات فرق الجهد بيختلف من نقطة للتانية، أو نعتبره عدد لا نهائي من العقارب أو الأسلاك الصغيرة. فلما السلك بيتحرك بيصنع زاوية هنا، وبالتالي هيبقى فيه تغير في المساحة، وبالتالي هيبقى فيه ام اف. المهم، أنت عندك دلوقتي هو بيقول لك كان عندنا نصف القطر أو نصف القطر بتاع الكورس لما يقل للنصف، إيه اللي هيحصل؟ هناخد بس عقرب واحد كده كده فرق الجهد المتولد بيكون ما بين هنا وهنا، وبالتالي خدنا عقرب واحد وخدناه يقطع مساحه، المساحه كامله، فالدلتا اي هتساوي ال الكامله، والاي ام اف هتساوي البي دلتا اي على دلتا تي اللي هي بتساوي البي في الاي، والدلتا تي طبعا هنا هيبقى الزمن اللي هو بيدور فيه اللي هو التي وخلاص، اللي هو الزمن الدوري. يعني الزمن الدوري ثابت والبي ثابت، الاي بتساوي الباي ار تربيع، وبالتالي الاي ام اف بتتناسب طرديا مع الار تربيع. فانت عندك هنا لما نصف القطر يقل للنصف الار تربيع هتقل للربع، وبالتالي الاي ام اف تقل للربع، فبدل ما هي 12 هتبقى 3. بطريقه ثانيه اي ام اف 2 على اي ام اف 1 بتساوي ار 2 على ار 1 لكل تربيع، بتساوي الار 2 بتساوي نص الار واحد على الار واحد الكل تربيع هيديك ربع، وبالتالي ام اف 2 بتساوي ربع الام اف 1 اللي هي 3. السؤال رقم 26، تم وضع اطار من سلك موصل كما بالشكل في مجال مغناطيسي عمودي على الورقه، فاذا كان اتجاه المغناطيسي اتجاه فاذا كان المجال المغناطيسي يتزايد، المجال المغناطيسي بيتزايد هيتولد هنا ام اف مستحث عكسيه وتيار مستحث عكسي بحيث ان هو يقلل الفيض. طبعا ده كانه عباره عن حلقتين، الحلقه دي هيبقى التيار كده، والحلقه دي هيبقى التيار برضو بحيث ان هو يقلل الفيض في المنطقه دي هيبقى كده. هتبص تلاقي ان التيارين عكس بعض، ولكن التيار هنا في الجزء ده هيبقى اكبر من التيار هنا، او التيار ده هيبقى اكبر من التيار ده. ليه؟ لان المساحه دي أكبر من المساحة دي،
وانت عارف ان الام اف بتساوي دلتا فاي ام باي دلتا تي، وبالتالي التغير في الفيت هنا هيبقى اكبر من التغير في الفيت هنا، وبالتالي الام اف المتولده هنا اكبر من هنا. لو انت جيت تجيب التيار ده والتيار ده هتلاقي ان ده اكبر من ده، وبالتالي التيار الكلي بقى هيبقى ده ناقص ده اللي هو التيار المحصل بتاعهم، وبالتالي اتجاه التيار هيبقى كده مع التيار الكبير. وبالتالي هنا الاتجاه بتاعك هيبقى من البي للاي من الدي للسي، بي اي دي سي، بي اي دي سي. سبعة وعشرين، كما هو موضح بالشكل يتم تحريك المغناطيس بسرعة عالية نحو الملف تتولد ام اف مستحثة اي وتمر شحنة كيو، اذا تضاعفت سرعة المغناطيس فكل مما ياتي صحيح ما عدا. طيب بيقول لك هنا لو تضاعفت سرعة المغناطيس فالدلتا فاي ام باي دلتا تي هتزيد، وبالتالي الام اف هتزيد. بيقول لك هنا الام اف تزداد، صح، الاي تزداد، طالما ان الام اف زادت فالاي هتزيد، صح. الكيو ثابته، غلط طبعا، طالما ان الام اف زادت والاي زادت ماشي، فالدلتا انت عارف ان الاي بتساوي الكيو على التي، خلال نفس الزمن هيمر شحنه اكبر، وبالتالي الكيو تزداد، صح، يبقى دي هي اللي غلط. السؤال اللي بعد كده 28، بيقول لك يسقط مغناطيس باتجاه ملف كما بالشكل، هي الاختيارات التالية صحيحة، علما بأن كل صف يعتبر اختيار. تعقيبا بس على السؤال ده، هو السؤال ده يقدر يتحل، يعني هي الإجابة بالكلام ده دي صح، ولكن اللي هي الكيو ثابتة دي غلط، المفروض إن الكيو تزداد. ليه؟ لما بنيجي هنا ركز معايا في القانون بتاعنا، عارفين الـ EMF بتساوي سالب N ماشي دلتا فاي M باي دلتا T، اللي هي نفسها سالب N، الدلتا فاي M عبارة عن الـ A دلتا B باي دلتا T، ودي بتساوي التيار اللي هيتولد، التيار المستحث المتولد اللي هو الـ Q على الدلتا T في المقاومة بتاعت الملف اللي هي الـ R. هتلاقي إن الدلتا T بتروح مع الدلتا T، فيطلع عندك هنا إيه؟ سيبك بقى من السالب، السالب ده الاتجاه بس، هيطلع معاك ان ان في الاي دلتا بي بتساوي كيو في الار. طبعا لما تتضاعف سرعة المغناطيس، لما تتضاعف سرعة المغناطيس خلال نفس الزمن، ركز معايا بقى، خلال نفس الزمن، بدل ما كان بيتحرك من هنا لهنا خلال دلتا تي، فيتحرك من هنا اللي هنا خلال نفس الزمن، وبالتالي لما السرعة تتضاعف الزمن خلال نفس الزمن، الفيض ده بيبقى أكبر، الدلتا بي بتبقى أكبر ما بين النقطتين اللي اتحرك ما بينهم المغناطيس، وبالتالي الكيو هتزيد، يبقى هنا خلال نفس الزمن. أو إن الكيو هتكون ثابتة ماشي، والدلتا تي هتقل، أنت فاهم الفكرة؟ يعني هنا لازم يحدد لك ايه اللي ثابت وايه اللي اتغير. هو هنا قال لك ان السرعه ثبتت، طب السرعه دي معناها سرعه معناها دلتا اكس على دلتا تي، هل انت هنا بتقطع نفس المسافه؟ لو بتقطع نفس المسافه فكثافه الفيض ما بين النقطتين دول، التغير في كثافه الفيض ما بين النقطتين هتبقى هي هي، وبالتالي لو ده ثابت فالدلتا تي هتقل ماشي، لان الفي زادت، وبالتالي لما الدلتا تي تقل ماشي الكيو مش هيحصل لها حاجه، لان هيبقى من بين نفس النقطتين، فاهم الفكره؟ لكن خلال نفس الزمن الدلتا تي خلال نفس الزمن، يبقى انت هتقطع مسافه اكبر، وبالتالي الدلتا بي هتزيد، وبالتالي الدلتا بي لما تزيد الكيو هتزيد. اوكي، فالسؤال هنا ناقص، يعني ينفع دي وينفع دي، ولكن طالما ما اتكلمش فاحنا هنا بناخد بالمعنى او بنفهمها ان انت عندك بيقطع مسافة اكبر خلال نفس الزمن، وبالتالي الدلتا بي هتزيد، وبالتالي الكيو هتزيد، وبالتالي كيو ثابتة، دي اللي غلط. نرجع تاني 28، بيقول لك هنا يسقط مغناطيس باتجاه ملف كما بالشكل، قال الاختيارات التالية صحيحة، علما بأن كل صف يعتبر اختيار، عندك ده بيسقط
فده هيبقى نورث وده ساوث. اتجاه التيار عندك هيكون كده، وبالتالي من 2 لـ1، يبقى من 2 لـ1، وعندك عند الاي جنوبي، من 2 لـ1 عند الاي جنوبي. السؤال رقم 29، مغناطيس معلق بخيط وتحرك حركة أفقية بسيطة بين حلقتين دائرتين كما بالشكل، أي الخيارات الآتية صحيحة عندما يبدأ المغناطيس حركته متجها من الحلقة 1 إلى الحلقة 2؟ بيتجه من الحلقة 1 إلى الحلقة 2، بيبعد عن الحلقة دي، وبالتالي هنا هيبقى نورث، سوري ساوث عشان تجذبه، وبيقرب من الحلقة 2 فده هيبقى ساوث، وبالتالي ده ساوث وده ساوث برضه. القطب عند إيه؟ ده ساوث، هيبقى ده نورث وده نورث. القطب عند إيه؟ شمالي. والقطب عند مش فاهم A و B، القطب عند A والقطب عند B، أو قصده هنا A وهنا B. والقطب عند B شمالي، الاتنين شمالي. بعد كده بيقولك اتجاه التيار، اتجاه التيار ده نورث وده ساوث، وبالتالي هيكون كده، وهنا ده نورث وده ساوث عكسه هيكون عكس كده، وبالتالي هتبقى دي رقم B. نيجي بعد كده للمسائل. السؤال رقم 30 بيقول لك في الشكل المقابل إذا كانت مقاومة الحلقة 1/10 أو، يبقى دي الأقل. إذا تجرى الفيض المغناطيسي على الحلقة من 1/100 وبر دي الفاي إم 1 إلى 4/1000 وبر دي الفاي إم 2 خلال 3/10 ثانية دي التي أو الدلتا تي، فإن مقدار واتجاه التيار المستحس في الحلقة عند النظر إليها من أعلى. طيب انت عندك دي بتبعد، وبالتالي ده هيبقى ساوس عشان يقربه، واللي تحت ده نورس، وبالتالي لما تيجي تحدد اتجاه التيار هتلاقي كده. طيب لما تبص من اعلى، المشكله ان انت لما تبص من اعلى انت بتبص من هنا والتيار جاي كده، وبالتالي التيار جاي كده مع قارب الساعه. انت ممكن تعمل الاسلوب ده عشان تسهل على نفسك. يبقى التيار هنا مع قارب الساعه، قيمه التيار ده بكام بقى؟ هتجيب الام اف وتقسمها على قيمه المقاومه. الام اف بتساوي دي حلقه يبقى الان بواحد، وطبعا هنا احنا عايزين مقدار، وبالتالي هتبقى على طول دلتا فاي ام ودلتا تي بيساوي. عندك هنا الدلتا فاي ام الكبير ناقص الصغير، بما اننا خدنا مقدار بس، فواحد من 100 ناقص 4/1000 على الدلتا تي اللي هي 3/10. اكتب يا عم اكتب، 1/100 ناقص 4/1000 هيطلع معاك 2/100. واحد من مية ناقص 4/1000 1/100 ناقص 4/1000 2/100 مع قارب الساعة، تبقى الرقم بقى رقم 31. وضع ملف عدد لفاته 500 لفة ده الان عموديا على مجال مغناطيسي. طالما ان هو عمودي يبقى انت عندك الفاي ام اللي بيخترقه بتساوي البي في الاي على طول. اذا تغير الفيض المغناطيسي خلال الملف، طالما ان هو عطيك تغير الفيض المغناطيسي فمش لازم يقول لك عمودي، انا كده عندي كده كده عندي الدلتا فاي ام وباقي دلتا تي، فدي ملهاش لازمه اصلا فكره عمودي دي. إذا تغير الفيض المغناطيسي خلال الملف بمعدل 1/100 وبر على الثانية، يبقى ده الدلتا فاي ام على الدلتا تي، فإن القوة الدفع الكهربائية المستحسة في الملف تساوي الام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي، واحنا هنا كمقدار بغض النظر عن الإشارة، فأنت عندك الان ب 500 في دلتا فاي ام باي دلتا تي اللي هي 1/100 هيطلع معاك 5 فولت. طالما ان هو في الاختراق ما ذكرلكش سالب وموجب، فانت على طول تتعامل كمقدار. لو ذكرلك سالب وموجب فانت لازم تاخد الاشاره في الاعتبار. رقم 32، في الشكل المجاور ينخفض المجال المغناطيسي الذي يجتاز الدائره الكهربائيه بمعدل. يبقى انت عندك هنا الدلتا فاي الدلتا بي باي دلتا تي بتساوي ده بينخفض، يبقى ده سالب 150 تسلا على الثانيه. احسب شده التيار المار في المقاومه خلال انخفاض المجال المغناطيسي. ركز كده ان المجال بيقل، طالما ان المجال بيقل وكثافه الفيض بتقل، فمعنى كده ان التيار المتولد هيبقى تيار مستحس طردي، وبالتالي نيجي نحدده
التيار هيكون بحيث ان هو يزود الفيض، فهيكون اتجاه التيار كده. طبعا اتجاه التيار في نفس اتجاه التيار الاصلي، لان يعني التيار الاصلي كده، وبالتالي هتجمع الاي ام اف الكليه وتقسمها على المقاومه، هتقدر تجيب التيار الاصلي. فاحنا هنا نقدر نجيب الاي ام اف المتولده بتساوي، عندك هنا دي حلقه بيقول لك ده 12 سنتي وده 12 سنتي برضو، يبقى ده على هيئه مربع وده 10 اوم وده 4 فولت. فاحنا عندنا الاي ام اف هتساوي ايه؟ الان بواحد، وبالتالي على طول دلتا فاي ام على دلتا تي. عندك هنا اللي ثابت المساحه والبيها اللي بتتغير بيساوي المساحه هتساوي ايه؟ عندك ده مربع طول الضلع في نفسه، وبالتالي 12 سنتي اللي هي 12 من 100 تربيع في الدلتا بي على دلتا تي اللي هي 150. اطلع معاك. اتنين وستاشر من مية. بعد كده نقدر نجيب الاي، قلنا هنجمع لان اتجاه التيار الاصلي في نفس اتجاه التيار المستحث، وبالتالي الاي ام اف الاصليه في نفس اتجاه الاي ام اف المستحث، وبالتالي هتبقى 4 زائد الاي ام اف دي اللي هي 2.16 من 100 على المقاومه اللي عندك اللي هي 10، هيطلع معاك 6.16 على 10 اللي هي 616 من 1000 امبير. رقم 33 ملف لولبي عدد لفاته ده الان. اذا كان الخط البياني الموضح بالرسم يبين تغيرات الفيض المغناطيسي فاي التي يجتاز كل لفه من لفات الملف مع الزمن تي، فان القوة الدفع الكهربيه المستحثه المتولده في الملف نتيجه ذلك تساوي بوحده الفولت. احنا عندنا هنا العلاقه بين الفاي بالميكرو هوبر والتي بالملي ثانيه، واحنا عارفين ان الاي ام اف بيساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي. الدلتا فاي ام باي دلتا تي هي ميل الخط المستقيم ده، وبالتالي انا هجيب الميل الخط المستقيم واضربه في سالب ان هيدينا الاي ام اف المتولده. الميل عندك النقطة دي عبارة عن 0 و 200، والنقطة دي عندك عبارة عن 5 و 0، وبالتالي هنا الميل على طول بيساوي 0 ناقص 200، متنساش تضرب في 10 وسالب 6، ده ما يكره هتحوله للوبر، على الدلتا تي اللي هي 5 ناقص 0، متنساش تضرب في 10 وسالب 3 عشان تحول من ملي ثانية لثانية. فده هيطلع معاك عندك هنا سالب 200 على 5 اللي هي سالب 200 على 5 سالب 40، سالب 40 في 10 أس 3 اللي هي سالب 4 في 10 أس 4 أوبر على الثانية. بعد كده الـ EMF بتساوي سالب الـ N بكام؟ ب 500 في دلتا فاي إم باي دلتا تي اللي هو الميل، يعني سالب 4 في 10 أس 4. هيطلع معاك ده 2000، 2000 في 10 اس 4 اللي هي 2 من 10، مش موجوده 2 من 10، 2000 في 10 اس 4 المفروض 2 من 10، 2 من 10 2000 في 10 اس 4، يبقى هنا في غلطه عندنا، ده هيبقى 10 اس 3 في 10 اس سالب، بعتذر عن الغلطة دي، في 10 ده هيطلع في 10 سالب 3 سالب 2، بعتذر. يبقى انت عندك هنا 2000 في 10 وسالب 2 هيديك 20. السؤال اللي بعد كده 34، الفيض المغناطيسي يتغير في ملف عدد لفاته 500 لفه مع الزمن حسب الشكل الموضح، فان متوسط قفد الكاف المستحثه بوحده الفولت في من A الى B. طبعا هنا طالما ان انت عندك اكتر من مرحله فانت لازم تاخد بالاشاره، وبالتالي احنا هنا عايزين من A لل B، عندك الفيض بيزيد وبالتالي الام اف هتبقى مستحثه عكسيه، معنى كده ان هي هتطلع بالسالب، وبالتالي ده وده هيبقوا غلط، واحده من دول اللي صح.
نجيبها ازاي؟ بنفس المبدأ او بنفس الطريقة اللي احنا لسه جايبينها بيها. قلنا ان الام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي. عندك هنا ده خط مستقيم، الميل بتاعه هو دلتا فاي ام باي دلتا تي، وما تنساش انها تضرب في 10 سالب 3. وبالتالي خلال الفترة دي عندنا النقطة دي عبارة عن 0 و0، النقطة دي عبارة عن 1/10 و30. وبالتالي الام اف في المرحلة من ال A لل B بيساوي سالب ال N 500 في الدلتا فاي ام، تبقى 30 ناقص 0، متنساش تضرب في 10 سالب 3، اللي هي 30 في 10 سالب 3، على الدلتا تي اللي هي 1/10 ناقص 0، ودي بالثانية. فده هيطلع معاك، ممكن نشيل الصفرين دول مع الصفر ده مع ده، ودي تطلع فوق تبقى 3 في 5 ب 15 150. لا في حاجة بتطلع، ايه المشكلة هنا؟ مش ده 30 وده 1/10، 3 في 5 ب 15. هي الإجابات دي فيها مشكلة، لأن المفروض هنا يطلع الـ إم إف سالب. تعالى كده نعملها بالحسبة. أنت عندك هنا سالب 500 في 30 في 10 سالب 3 على 1/10، هيطلع معاك سالب 150 زي ما قلت، ولا واحدة سالب 150 فولت. زي ما قلت لك، طالما إن أنت عندك سالب وموجب لازم تجيبها بالإشارة دي. هو جايب لك المقدار مش جايب لك الاشاره بتاعتك. بعد كده من البي لل سي، من البي لل سي الفيت ثابت، وبالتالي الدلتا فاي ام وباي دلتا تي بصفر، وبالتالي هتبقى بصفر على طول. بعد كده من السي للدي، من السي للدي الفيت بيقل، وبالتالي ام اف مستحثه طرديه، وبالتالي هتبقى بالموجب. وبالتالي طالما ان هي بالموجب يبقى ده غلط، وطبعا مش هتبقى بصفر، لان في تغير في الفيت. نعوض في القانون ده، بيساوي سالب 500 في النقطة دي عبارة عن كام؟ عبارة عن نص وصفر، والنقطة دي عبارة عن 3/10 و30. وبالتالي هيبقى عندك 0 ناقص 30 اللي هي سالب 30، متنساش تضرب في 10 سالب 3، على نص ناقص 3/10 ب 2/10. طبعا السالب هيروح مع السالب زي ما قلت لك، هيديك موجب. بعد كده 500 في 30 في 10 سالب 3 على 2/10، 500 في 30 في 10 سالب 3 على 2/10، هيطلع معاك 75. السؤال 35، ملف عدد لفاته 1000 لفة ومساحة اللفة الواحدة، وضع عمودين على مجال مغناطيسي تتغير. طبعا طالما ان هو عمودي يبقى انت عندك هنا الفاي ام بتساوي البي في الاي، او الدلتا فاي ام بيساوي الاي في الدلتا بي، لان الاي هنا هيبقى ثابت والبي هي اللي بتتغير. تتغير كثافة فيضه مع الزمن حسب الشكل المقابل، فان متوسط كفض الكاف المستحثة في الفترة اي بوحدة فولت. متوسط كفض الكاف في الفترة اي اللي هي من هنا لحد هنا. انت عندك النقطة دي عبارة عن كام؟ 0 و1/10، والفترة دي أو النقطة دي سوري 2 و6/10. ده بالتسلا، سوري ده بالثانية وده بالتسلا. فطالما إن ده بالثانية وده بالتسلا، فأنت كده مش هتضرب عشان تحول. المهم إحنا عارفين إن الـ إم إف بتساوي سالب إن دلتا فاي إم، اللي هي هنا هتبقى إيه؟ دلتا بي على دلتا تي. طبعا الدلتا بي على الدلتا تي هو ميل الخط المستقيم ده، فانت عندك النقطة دي 6/10 ناقص 1/10 على 2 ناقص 0، فده هيساوي سالب ال n بكام؟ ب1000 في ال a. قال لك هنا ان مساحة اللفة الواحدة اللي هي مساحة الوجه يعني تساوي 1/10 متر تربيع، 1/100 متر تربيع، في الدلتا بي 6/10 ناقص 1/10 اللي هي نص، على 2 ناقص 0 اللي هي 2. هيطلع معانا هنا تلا طول، هتطلع 5 على 2 سالب 2.5.
زي ما قلت لك طالما جايب لك سالب وموجب فانت لازم تجيبها بالاشاره. السؤال رقم 36، مجال مغناطيسي كثافه فيضه عمودي على ملف. طالما ان هو عمودي يبقى الفاي ام بتساوي البي في الاي، مفيش زاويه، او الزاويه هنا ب90 يعني ما بين الاثنين. انت عندك ساين 90 بواحد، الفاي ام بتساوي البي في الاي ساين سيتا، والسيتا هنا ب90 يبقى ساين 90 بواحد، يبقى دي اقصى قيمه للفيض. مساحه وجهه يعني اللي هو الاي، ومكون من 50 لفه، ده الان. القفزه الكافي المستحسه هي ده الاي ام اف عندما تحركه في المجال بزمن قدره تي، دي دلتا تي، فان تي تكون. انا عوض في القانون، هو هنا، طيب ركز معايا في السؤال ده، هو هنا مش شايل لك، هو هنا بيقول لك مكون من كذا عندما تحركه في المجال بزمن قدره تي، هو هنا يقصد ان انت عندك الملف ده ماشي، يا اما كان موجود في المجال وطلع، وبالتالي البي واحد هي دي والبي اتنين بصفر، يعني كان موجود وطلع، او ان هو كان خارج المجال ودخل المجال واتحرك فيه خلال الزمن ده، يعني البي دي هي الدلتا بي. اوكي، اعتقد انت استوعبت الفكرة. يعني هو المفروض هنا يقول لك، يعني لان مش واضح، عندما تحرك في المجال بزمن، ماشي. يبقى انت عندك هنا البي دي، ان انت عندك الملف كان خارج المجال وحطيته في المجال الزمن اللي هو دخل فيه المجال تي، فتولد نتيجة تغير المجال المغناطيسي على الملف، فتولد اي ام اف. الاي ام اف اللي تولدت دي بواحد من 10 فولت، وعندك هنا الدلتا بي على طول بتساوي 2 × 10 × 2 تسلا، وعندك الاي بتساوي 100 سنتيمتر تربيع، والان بتساوي 50، وعايزين نجيب التي. بالقانون بتاعنا اللي احنا لسه كاتبينه دلوقتي، الاي ام اف هنعوض على طول بواحد من 10 بتساوي، هنا عوض عن المقدار على طول، الان ب50 في الاي 100 × 10 سالب 4 في الدلتا بي اللي هي 2 × 10 سالب 2 على الدلتا تي او التي. فده هيطلع معاك، ممكن نشيل حاجات مع بعض، ده مع ده، بعد كده هنجيب التي في طرف لوحدها، هتساوي 50 × 2 ب100، 100 × 10 سالب 4 اللي هي 10 سالب 2 على 1 من 10، ده هيطلع معاك 1 من 10 ثانية. السؤال اللي بعد كده، ملف مساحة مقطعه وعدد لفاته وضع بحيث كان مستوى عموده برضه على المجال المغناطيسي، تغير كثافة الفيض المغناطيسي من 1 من 10 دي البي 1 إلى 1 تسلا دي البي 2 في زمن قدره دي الدلتا تي أو التي، وكانت مقاومة الملف ده الآر، فإن شدة التيار المستحس. هتجيب الإي إم إف وبعد كده تقسمها على المقاومة، هتجيب شدة التيار. على طول هنا بدل ما نكتب المعطيات وبعد كده نعوض، نكتب على طول الإي إم إف بتساوي، هنا عندك البي هي اللي بتتغير، وبالتالي نفس القانون اللي إحنا لسه جايبينه فوق. هنا ممكن انت على طول عايز المقدار عشان تجيب مقدار التيار برضو، فانت مش محتاج السالب. الان بكام على طول؟ ب1000 في الاي، قال لك ان هي بكام هنا؟ ب25 سنتيمتر تربيع اللي هي 25 × 10 سالب 4 في الدلتا بي، عندك اتغير من 1 من 10 ل1 تسلا، وبالتالي 1 − 1 من 10 كمقدار هيديك 9 من 10 على الدلتا تي اللي هي 1 من 10 ثانية. لو انت قسمت على طول على المقاومة، فهتقسم هنا على المقاومة هتجيب التيار، وبالتالي المقاومة بكام؟ ب10 أوم بس. 10 × 1 من 10 هيروحوا مع بعض، بعد كده ده في ده هيديك 10 سالب 1 أو 1 من 10، يبقى 9 من 100 × 25. هيطلع معاك 2 أوم. السؤال اللي بعد كده، ملف لولبي طوله ومساحة مقطعه يمر به تيار شدته، إذا انعدم التيار به خلال 5 مللي ثانية، يبقى ده الأي 1 الأي 2 بتساوي صفر، 5 مللي ثانية ده الدلتا تي، وكان عدد اللفات في وحدة الأطوال ده الإن،
فإن مقدار القوة الدفع المستحثة المتولدة به به ماشي. انت عندك هنا بيقول لك ان انت عندك ملف الولبيه الطول بتاعه 40 سنتي اللي هي 4 من 10 متر، ومساحه المقطع على طول بتساوي 3 من 10 متر تربيع، وعندك كان في تيار اي 1 بتساوي 7 امبير وبقى صفر خلال دلتا تي بتساوي 5 مللي ثانيه اللي هي 5 في 10 اس سالب 3 ثانيه، وعندك الان بتساوي 500 لف. بيقول لك هنا مقدار القوة الدفع المستحثة المتولدة به، عايزين الاي ام اف. طبعا نتيجة ان كان في تيار بيمر كان في فيض مغناطيسي ناشئ عن الملف وبيقطعه زي ما هناخد في الحث الذاتي. فانت عندك دلوقتي ده فيض، الفيض ده في الاتجاه ده بيقطع الملف، وبالتالي انت عندك هنا دي الاي، وبالتالي الفيض هنا اللي هو الفاي ام بتساوي البي في الاي، بافتراض ان البي اللي هي كثافه الفيض منتظمه او ده فيض منتظم، لازم تفترض ان هو فيض منتظم. المهم فانت عندك تيار بيمر اي 1، فانت عندك في فاي ام 1، التيار لما بيبقى بصفر فانت عندك الفاي ام 2 هيبقى بصفر، وبالتالي نقدر نجيب هنا التغير في الفيض المغناطيسي اللي بيقطع الملف. احنا بنقول ان كثافه الفيض المغناطيسي، وزي ما قلت لك افترض ان الفيض منتظم، وبالتالي كثافه الفيض عند المحور هنفترض ان هي تساوي كثافه الفيض عند اي نقطه تاني، وبالتالي بي بتساوي الميو في الاي في الان سمول. يبقى انت عندك هنا نتيجه ان كان بيمر اي 1 كان في بي 1، الاي 2 بقى بصفر، وبالتالي بي 2 هتبقى بصفر، وبالتالي الدلتا بي هي نفسها ميو في الدلتا اي في الان، والدلتا بي هي نفسها البي 1، وبالتالي انت عندك هنا الدلتا بي بتساوي الميو 4 باي في 10 اس 7 في الان اللي هي ب 500 في الدلتا اي اللي هي نفسها الاي 1 اللي هي ب 7، هيطلع معاك ده بكام؟ ده 22 على 7، 7 تروح مع 7 هتفضل معاك 4 في 22 في 10 اس 7 في 500. هيطلع معاك 4 4 من 10 في 10 اس 3. بعد كده نعوض في القانون بتاعنا الاي ام اف بتساوي سالب ان، هنا في دلتا بي والاي ثابته، وبالتالي سالب ان في ايه دلتا بي على دلتا تي بيساوي. احنا هنا عايزين المقدار، فسيبنا من الاشاره. عايزين ان هنا، طب نجيب الان ازاي؟ هو هنا اعطيك الان سمول واعطيك ال، وبالتالي نقدر نجيب ال n كابيتال. انت عارف ان ال n بتساوي ال n كابيتال على ال، وبالتالي ال n بتساوي ال n سمول في ال l، وبالتالي انت عندك هنا 500 في ال l اللي هي 4 من 10 في ال e اللي هي 3 من 10 في الدلتا بي اللي هي 4 و 4 من 10 في 10 سالب 3 على الدلتا تي اللي هي 5 في 10 اس 3، تشيل ده مع ده وتضرب الباقي في بعضه، 500 في 4 من 10 في 3 من 10 في 4 و 4 من 10 على 5، هيطلع معاك 52 و 8 من 10. طبعا في قانون تاني لما تاخد الحث الذاتي هتلاقيه، يعني ان انت على طول تقدر تجيبها من القانون ده. الـ EMF المتولدة كمقدار بتساوي الميو في الـ N تربيع في الـ A على الـ L في الـ I على الـ T، حيث الـ I ده هو الـ I1 لأن الدلتا I هي نفسها الـ I1. لو انت عوضت في القانون ده هيديك ده، طبعا ده هو الـ L اللي هو معامل الحث الذاتي. المهم لما ناخد الحث الذاتي هتفهم القانون ده. السؤال اللي بعد كده 39، ملف دائري عدد لفاته 50 لفة ده الان ونصف قطره، وضع في مجال مغناطيسي بحيث يكون مستوى عمودي. قلنا مستوى عمودي يبقى الفاي ام بتساوي البي في الاي،
على كثافة الفيض المغناطيسي المؤثر لدور هذا الملف من الوضع الذي كان عليه اللي هو الوضع العمودي إلى الوضع الذي يصبح فيه مستواه موازي للمجال في زمن قدره. لما مستواه يبقى موازي الفاي ام 2 هتبقى بصفر، يبقى انت عندك هنا الفاي ام 1 بتساوي البي في الاي والفاي ام 2 بتساوي صفر، وعندك الدلتا تي بتساوي 1/100. لو تولدت نتيجة لذلك هو دفع مستحثة قيمتها المتوسطة دي الام اف، فإن قيمة كثافة الفيض المغناطيسي تساوي. نعود في القانون بتاعنا، انت عندك الان بتساوي 50، نصف القطر بيساوي 10 سنتي، وعندك الفاي ام 1 بتساوي البي في الاي، فاي ام 2 بتساوي صفر، والدلتا تي بتساوي 1/100 ثانية، وعندك الام اف اللي تولدت بتساوي 15/100 فولت. طبعا احنا عارفين الام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي، وبالتالي ده بيساوي سالب، سيبك من السالب احنا عايزين كمقدار وخلاص، يبقى ان، وعندك الدلتا فاي ام هتبقى بي في بي اي ناقص صفر اللي هي بي اي على الدلتا تي، واحنا عايزين هنا نجيب البي، هنجيب البي في طرف لوحدها، تبقى البي بتساوي الام اف في الدلتا تي على ان في الاي بيساوي، عندك الام اف على طول بو 15/100 في الدلتا تي ب1/100، الان ب50 في الاي، عندك ده ملف دائري وبالتالي مساحة الوجه بتاعه باي ار تربيع، وبالتالي الباي اللي هي 22/7 في الار 10 سم اللي هي 1/10 متر تربيع، طبعا ده هيبقى 1/100 هيروح مع ده، بعد كده نضرب الباي ببعض، 7 × 15/100 على 50 × 22 هيطلع معاك 9 و55/100 في 10 سالب 4، يبقى احنا عندنا هنا 9.5 في 10 سالب 4 تسلا. طبعا هو هنا جايبها لك بالملي، فده هيبقى هتجيب ده هنا واحدة تبقى دي 10 سالب 3 هتبقى 95/100 في 10 سالب 3 اللي هي ملي تسلا. السؤال رقم 40 ملف مستطيل أبعاده، طبعا من الأبعاد دي تقدر تجيب المساحة، يتكون من 100 لفة، مستوى هذا الملف عمودي، قلنا عمودي معناها إن الفاي إم بتساوي البي في الإيه على مجال مغناطيسي، يبقى أنت عندك هنا فاي إم 1 بتساوي البي في الإيه، دار برضو هذا الملف ربع دورة، لما يدور ربع دورة كان عمودي هيبقى موازي، فأنت عندك هنا الفاي إم 2 بتساوي صفر، وده الدلتا تي. ام اف مستحثه شبه اللي يعني ايه الفرق ما بين ده وده؟ مفيش. فانت عندك هنا عايزين الام اف، سوري اعطيك الام اف وعاوز البي، نفس القانون ده انا اعوض مباشره، البي بتساوي الام اف بكام؟ ب4/10، الدلتا تي ب2/10 على الان 100 في المساحة، عندك ده الأبعاد بتاعته 20 سم × 10 سم اللي هي 2/10 متر × 1/10 متر، هيطلع معاك عندك ده 4/10 × 2/10 ب8/100، وده 2/10 × 1/10 ب2/100، 8/100 × 2/100 هيديك 8 على الاتنين فيها الأربعة، 4 × 100 اللي هي 4/100 تسلا. واحد واربعين ملف يتكون من 2000 لفة، مساحة مقطع كل منها موضوع في مجال كثافة فيضه، مجال كثافة فيضه ده البي، وياخذ زمن قدره ده الدلتا تي ليدور 180. طبعا لما بيدور 180 فانت عندك هنا الفيض كان مثلا بيدخل من هنا، فده لما يدور 180 بقى بيدخل من العكس، وبالتالي لو انت عندك ده او الفاي ام 1 بتساوي البي في الاي، فالفاي ام 2 هيساوي سالب البي في الايه، المساحه اللي بيدخل منها الفيض اتغيرت، فان قفض الكاف المستحثه طبعا هنا الدلتا فاي ام هيساوي ده ناقص ده سالب 2 بي في الايه، او كمقدار 2 بي في الايه،
وبالتالي انت عندك الام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي بيساوي ده احنا قلنا كمقدار 2 فاي 2 بي في الاي. سيبك من السالب او لو خدته حتى بالاشاره فالسالب هتروح مع السالب يبقى ان 2 ان بي اي عادل تي بيساوي 2 في الان بكام؟ ب 2000 في البي 3 من 10 في الاي 70 سنتيمتر ب 70 في 10 سالب 4 على الدلتا تي 1 من 10. هتلاقي ان انت عندك الصفر ده بيروح مع التلاتة دول بيروح مع ده ده بيروح مع ده 2 في 2 ب 4 4 في 3 ب 12 12 في 7 84 يطلع 84. سؤال 42 حلقة فلزية حلقة يعني الان بتساوي 1 قطرها ده القطر كامل مش نصف القطر ترجع لمجال مغناطيسي منتظم عموديا يبقى الفاي ام بتساوي البي في الاي على مستوى الحلقة وشدته ده البي اذا عكس اتجاه المجال لما يتعكس اتجاه المجال برضو الفاي ام 2 هتساوي سالب البي في الاي. الفيت كان بيدخل كده بقى بيدخل العكس وبالتالي انت عندك هنا الفاي ام 2 بتساوي سالب البي في الاي وبالتالي الدلتا فاي ام بتساوي سالب 2 بي اي نفس الفكرة. الذي يجتاز الحركة خلال 30 ثانية ده الدلتا تي فإن متوسط فرق الجهد نفس القانون يبقى الـ EMF بتساوي على طول كمقدار 2 في الـ N بكام؟ بواحد لأن ده حركة في الـ B باتنين ونص في الـ A دي حركة المساحة بتاعتها باي ار تربيع او باي على 4 دي تربيع زي ما اتفقنا قبل كده لو انت شلت الار وحطيت مكانها دي على 2 ده نصف القطر ربحت ده وربحت ده هيطلع معاك نفس ده وبالتالي الباي على 4 في الدي ب 2 من 10 سنتي اللي هي 2 من 10 تحولها للمتر سالب 2 تربيع بعد كده تقسم ده كله على الدلتا تي اللي هي 30 ثانيه هيطلع معانا 2 في 2 ونص اللي هي 5 في الباي 22 على 7 في 2 من 10 في 10 سالب 2 تربيع وتحت فيه 34 اللي هي 120 هيطلع معاك 5 و24% في 10 سالب 7 طبعا هو هنا عاملها 25% الاختلافات بس بسبب الباي ممكن نكون نستخدم الباي 3.14% السؤال رقم 43 اخر سؤال ملف مستطيل مكون من 250 لفه مساحه مقطع كل منها وضع في فيد مغناطيسي كثافته بحيث كان مستوى الملف عمودي برضه على اتجاه الفيد احسب اي ام اف إذا ودور الملف 90 خدنا شبهها من شوية ودور الملف 90 يبقى الفاي ام 2 بتساوي صفر وبالتالي على طول الـ EMF بتساوي سالب ان دلتا فاي ام اللي هي البي في الاي وهنا نخليها بقى موجبة لأن هنا تبقى سالب بي في الاي في سالب بي في الاي في سالب قصدي ان فالسالب هتروح مع السالب لأن الفاي ام 2 بصفر. المهم احنا كده عايزينها بالمقدار فان في البي في ال اللي هي الدلتا فاي ام كمقدار على الدلتا تي الان بكام؟ ب 250 في البي 6 من 100 في الاي ب 12 سنتيمتر تربيع اللي هي 12 في 10 اس 4 على الدلتا تي اللي هي 1 من 100 هيطلع معاك 1 من 100 و 6 من 100 دي هتبقى 6 6 في 250 في 12 في 10 سالب 4 هيطلع معاك 1.8 من 10 بعد كده قلب الملف لما يتقلب الملف فانت عندك الدلتا فاي ام هتبقى 2 بي اي وبرضه عايزها كمقدار وبالتالي طبعا هنا لاحظ ان ده نفس الزمن
وبالتالي ده لما يبقى 2 فده هيزيد للضعف، فهيبقى 3.6. بس يبقى ده 3.6 وده 1.8. السؤال رقم 44، الشكل المقابل يوضح ملفا دائريا نصف قطره 12 سنتي وعدد لفاته، موصول بطرفي مقاومة مقدارها 32 أوم، موضوع في مستوى عمودي على مجال مغناطيسي، منتظم كثافة فيضه. إذا انعكس اتجاه المجال، قلنا لما ينعكس اتجاه المجال أنت عندك الدلتا فاي إم بتساوي سالب 2 بي إيه، لأن أنت عندك الفاي إم 1 بتساوي البي في الإيه، الفاي إم 2 بتساوي سالب البي في الإيه. بس هو دي الفكرة كلها. إذا انعكس اتجاه المجال المغناطيسي وتغيرت كثافته، لا هو هنا تغيرت كثافته، يبقى ده لو هنا الكثافة ثابتة أوكي، يبقى ده هيبقى بي 1 وده هيبقى بي 2. ماشي، وبعد كده نطرح ده ناقص ده. إذا انعكس اتجاه المجال المغناطيسي وتغيرت كثافته إلى، يبقى ده هنسميها بي 1 وده بي 2 خلال زمن قدره دي الدلتا تي، فإن شدة التيار المستحث المر في المقاومة، نعمل إيه؟ نجيب الـ EMF ونقسمها على المقاومة. أنت عندك أول حاجة الدلتا فاي إم بتساوي فاي إم 2 ناقص فاي إم 1، فاي إم 2 بتساوي سالب بي 2 إي ناقص فاي إم 1 اللي هي سالب سوري ناقص فاي ام 1 اللي هي بي 1 اي، السالب عامل مشترك والاي عامل مشترك، هتفضل عندك بي 2 زائد بي 1. بعد كده ام اف المتولده بتساوي سالب ان دلتا فاي ام باي دلتا تي بتساوي السالب، هيروح مع السالب الان زي ما هي في الاي بي 2 زائد بي 1 على دلتا تي. بعد كده نعوض ال n بكام؟ ب 200 في ال a، بيقول لك هي نصف قطره 12 سنتي، وبالتالي عندك على طول ال a بتساوي باي ار تربيع اللي هي في 12 سنتي اللي هي 12 من 100 متر تربيع. بعد كده في ال b 2 ب 25% تسلا زائد ال b 1 35%، كل ده مقسوم على الدلتا تي اللي هو نص ثانية. لو أنا عايز أجيب التيار بالمرة فهقسم هنا على الآر وهقسم هنا على الآر وهقسم هنا على الآر وهقسم هنا الآر بكام؟ الآر ب 32 أوم. يبقى أنت عندك هنا 200 في 22/7 اللي هي الباي في 12% تربيع في ده زائد ده، هيديك 6/10 على ده في ده هيديك 16، هيطلع معاك 34%. خمسة وأربعين، فيض مغناطيسي يمر عموديا برضو على حلقة معدنية مقاومتها تغير الفيض من، طبعا طبعا قال لك تغير الفيض بغض النظر عن عمودي لأن ده الفيض نفسه الفاي ام على طول، من 2 إلى 10 ده الفاي ام 1 وده الفاي ام 2 في زمن دلتا تي، الشحنة التي تمر عايزين الكيو خلال الملف في نفس الزمن. طبعا مش لازم يقول لك خلال نفس الزمن، يعني ما هو كده كده ركز معايا. احنا دلوقتي لما يتغير الفيد من فاي ام 1 الى فاي ام 2 خلال دلتا تي، خلال التغير ده هيمر تيار اي، الاي ده بيساوي الكيو اللي مرت على نفس الزمن، لان يعني التيار ده بيكون خلال نفس الزمن، متوسط التيار ده خلال نفس الزمن، وبالتالي انت عندك هنا هنعمل ايه؟
احنا عارفين ان الـ EMF على المقاومة هيديك ايه؟ التيار اللي مر، والتيار اللي مر ده بيساوي ايه؟ بيساوي الـ Q على الدلتا T، الـ Q اللي مرت على زمن التجارب. طيب الـ EMF بتساوي ايه؟ الـ EMF هو هنا بيقول لك حلقة، يبقى الـ N بواحد، يبقى على طول دلتا فاي M على دلتا T، الـ N بواحد، تمام كده؟ فأنت هنا لما تشيل الـ EMF وتحط مكانها دلتا فاي ام على دلتا تي، فده هيساوي دلتا فاي ام على دلتا تي. هتلاقي ان دول متساويين، معنى كده انا بمسح ده عشان ما ينفعش ان هما تقول ده بيساوي ده، اوكي. وطبعا هنا عندك الار، لان انا هشيل حاجات مع بعضها فلازم تشيل ده. الدلتا تي بتساوي الدلتا تي فيروحوا مع بعض، وبالتالي عندك الكيو بتساوي الدلتا فاي ام على الار. طيب الدلتا فاي ام بتساوي ايه؟ الدلتا فاي ام، الفاي ام واحد باتنين والفاي ام اتنين بعشرة، وبالتالي كمقدار عشرة ناقص اتنين على الار اللي هي اتنين. عشرة ناقص اتنين هيديك كام؟ تمانية على اتنين هيديك اربعة كولوم. طبعا اربعة كولوم كتير، رقم كبير. يبقى دي اربعة، ستة واربعين. ملف مقاومته مكون من 100 لفة نصف قطره، متصل بأميتر مقاومته، وضع الملف عمودي على مجال مغناطيسي فمرت في الدائرة شحنة مقدارها، لذلك في الكثافة كثافة الفتة كوم. مفيش مشكلة، انت عندك هنا شبه اللي فاتت، انت عندك هنا بيقول لك ملف المقاومة بتاعته ب 40 اوم، لأن بتساوي 100، نصف القطر بيساوي متصل بأميتر المقاومة بتاعته. الملف ده بغض النظر عن هو ملف ايه، ملف دائرة مثلا، متصل بأميتر المقاومة بتاعته كذا. فانت عندك المقاومة دي بمية وستين اوم، وعندك المقاومة بتاعت ده بأربعين اوم. ده لما يتعرض لفيت فأميتر قوته. وضع الملف عمودي على مجال مغناطيسي، كان الفيد اللي بيفتركه كان بصفر، لما تحطه في مجال مغناطيسي فانت عندك التغير ده حصل خلال زمن معين دلتا تي. خلال الزمن ده هيتولد تيار كهربي بيساوي الكيو على التي او الدلتا تي زي اللي فاتت. وبالتالي انا عندي هنا الاي ام اف اللي تولدت نتيجه ان انا وضحت ده بتساوي الدلتا فاي ام على الدلتا تي، بيساوي الاي ام اف بتساوي الاي، بدل ما نقول ده على الـ على الار بيدينا الاي، فاحنا ممكن نقول على طول الاي ام اف بتساوي الاي في الار. نشيل ده، عندك ده بيساوي ده، وبالتالي الدلتا فاي ام على الدلتا تي بتساوي الكيو على الدلتا تي في الار. الدلتا تي برضه هتروح مع الدلتا تي. الدلتا فاي ام هنا هتساوي ايه؟ طبعا الار دي هي الار الكليه، لان الاي ام اف المتولده هنا هتقسمها على المقاومه الكليه هيديك التيار اللي مر. فاحنا هنا عندنا الدلتا فاي ام بتساوي الاي في الدلتا بي. طبعا الدلتا بي ده كان خارج المجال، حطيته في المجال، وبالتالي الدلتا بي هي نفسها البي بتاعت المجال، لان انت عندك البي واحد بتساوي صفر، والبي اتنين هي نفسها البي بتاعت المجال. وبالتالي الاي في الدلتا بي بتساوي الكيو في الار الكلية. خلاص كده يعني ولا ايه؟ الكيو في الار الكلية. وبالتالي من هنا الاي او البي على طول اللي هي نفسها الدلتا بي بتساوي الكيو، قال لك هنا بكام الكيو الشحنة؟ 32 مايكرو كولو، 32 في 10 اس سالب 6 عشان تحولها من مايكرو كولوم لكولوم، في الار توتال اللي هي 40 و160 اللي هي ب 200، كل ده مقسوم على الاي. عندك نصف القطر ب 6 ملم، يبقى باي في، تحول ده من ملم للمتر تبقى 6 في 10 اس سالب 3 تربيع. هتلاقي ان ده بيروح مع ده 6 تربيع في باي وفوق له، اوكي. يبقى 32 في
200 على الباي اللي هي 22 على 7 في 6 تربيع اللي هي 36، هيطلع معانا 56 وستة وخمسين من 100. مش موجودة في الاختيارات. ايه اللي غلط؟ مش ده 6 ملي؟ طيب نصف قطره يبقى 6 × 10^3 الكل تربيع، 6 تربيع ب36، وعندك 10^3 تبقى 10^6، هتروح مع 10^6 بتاعت المايكرو كولو، وده 32. بعتذر هنا، نسيت اضرب في عدد اللفات ال n ب 100، بعتذر. ام اف بتساوي ان دلتا فاي ام باي دلتا تي، وهنا ان، وبالتالي هنا في ان، وبالتالي هنا هتقسم على ال n، فلما تقسم ده على ال n هيطلع معاك كده. بعتذر الحتة دي، 5 6 6. طبعا هو هنا عاملها 5 6 5، المفروض دي اللي صح لان انت هنا بتقرب. بس فانت عندك هنا هتبقى دي. خلاصة الموضوع في المسائل دي، انت عندك هنا الام اف متولدة ان دلتا فاي ام باي دلتا تي، ودي بتساوي الاي اللي هو التيار الكلي في المقاومة الكلية، تمام كده. عندك الان ب 100 دلتا فاي ام على دلتا تي بتساوي الكيو على الدلتا تي في الار 2 دال، الدلتا تي بتروح مع الدلتا تي، يبقى الان في الاي في الدلتا بي، ان في الاي في الدلتا بي، في دلتا فاي ام اي في الدلتا بي تساوي الكيو في الار 2 دال. بعد كده هتجيب البي في طرف لوحدها تساوي الكيو في الار توتال على الان في الاي. بس المهم ان انت تبقى عارف فكره السؤال كله، ان زمن التغير في الفيت هو نفسه زمن التغير في الشحنه. اتمنى ان اكون افدتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.